السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه عشبة المتنان. قمنا بتحضير منقوع المتنان، أخذنا القليل من هذه عشبة المتنان، قمنا بغسلها جيدا ثم وضعناها في هذا الإبريق وسكبنا عليها الماء الساخن، ماء ساخن جدا سكبناه على العشبة، ثم ننتظر حتى يبرد من 20 دقيقة مثلا إلى نصف ساعة مثلا، فنحصل على منقوع عشبة المتنان. هذا المنقوع عنده فوائد كثيرة جدا، منها أنه مفيد لعلاج مشاكل المتانة والكلي وبرد الأمعاء، مفيد جدا لكبار السن الذين يتبولون بكثرة أو يعانون من الديدان، ولا سيما الديدان الدبوسية، يعني تلك الديدان الطفيلية التي تنشط ليلا وتسبب حكة في الشرج، خصوصا عند الأطفال في سن التمدرس. قلنا مزيان هذا المنقوع جيد لمن يعاني شي ديال البرودة وكثرة التبول، مفيد للمرأة العاقر، لمن تعاني الإجهاض المتكرر بحيث يخلط المتنان مع عسل النحل ويؤكل ليلا للإنجاب طبعا بعد العادة الشهرية، أو يطبخ مع المعدنوس البلدي ويشرب مقدار كأس لمدة 5 أيام. هاد المتنان راه مفيد جدا في علاج البواسير سواء داخلية أو خارجية، فقط يشرب هذا المنقوع من 2 إلى 3 مرات يوميا ملعقة صغيرة. هناك من يستعمله كمسحوق مثلا ملعقة صغيرة ويداوم على ذلك حتى الشفاء التام. هناك من يقوم مثلا بدقه ناعما ويخلطه مع العسل ويضعه على الجروح، أو يدر مسحوقه على الجروح فإنه مفيد أيضا لمن يعاني مشاكل القدمين، توضع القدمين في المنقوع كانت هناك نتائج مذهلة. هذا المنقوع يمكن مثلا نستعمله كمنظف للأسنان ولتطهير الأسنان التي بها سوس، أيضا مفيد للأسنان المسوسة والأسنان المتآكلة، كلاهما يتمضمض بهذا المنقوع ويرمى به، يعني يبصق لا يبلع ويداوم عليه. إذا هذا هو المنقوع، سهل جدا. العشبة نغسلها جيدا، نسكب عليها الماء المغلي، الماء الساخن جدا، ويستعمل. وهذا حسب دراسات حديثة فهاد عشبة المتنان تقي من مرض السكري وتقي من ارتفاع ضغط الدم، ويجب أن تستعمل كمكمل غذائي وليس بديل للدواء. استعملت منذ القدم استعملت هاد العشبة، موجودة في الجبال، نجدها في الوديان، يعني على تخوم الأودياء، في الواحات موجودة، وهي شجيرة دائمة الخضرة، وكانت النساء قديما يصنعن منها المكنسة لكنس البيوت من هذه الأعواد هذه، وأيضا يصنع منها الحبال.